اليوم موضوعنا عن أضرار الموبايل والألعاب الإلكترونية على الطفل. خلينا نشوف آراء الناس والعوائل. خليكم ويانا. هواية والله، يعني أغلب الوقت يستخدمون تليفونات. مفيد يعني، مرات يدرسون، يروحون يقعدون بالحديقة هيك يعني. اي يلعب مثلا، توديه منتزهات شي، طالع برا، يعني ماكو غير بديل هسه، لانه هو اغلب الوقت يعني هسه الدنيا انه كلها تليفونات، ما تقدر تمنعه. يعني كم ساعه بس؟ يعني 3 ساعات 4، يعني اذا ضاج او قام يبكي هاي ننطيه اياه يتلهبي يسكت، نسكته بي يعني، نقول يعني شلون اقول لك، نسكته هيك لهيبي. طب للصبح حلقا لازم التليفون، طب للظهر لازم التليفون، على الغداء لازم التليفون، 24 ساعة. وحتى اللي بس مناظر بالمناسبة من ورا التليفون. حاولت جريته من التليفون ما يفيد، ما يمنع. ماكو اي، اذا مثلا صارت منتزهات بالشارع يعني اماكن واحد يرفه بها عن نفسه، اوكي راح يقوم يعوف التليفون يروح يلعب. اقوش يعني اذا يريد يلهي نفسه يروح بالشارع 10 دقائق يرجع التليفون. مثل ما شفتوا آراء الناس حول الأضرار اللي سببتها الأجهزة الإلكترونية والألعاب والموبايل على الطفل. خليكم ويانا باستطلاع جديد باكر إن شاء الله.